أهلا متابعي قناتي، أحب أوضح شيء اليوم عن عمر أفراق البلابل. البارحة أحد الأخوة متابعي قناتي نعتني بالكذاب لأنه كنت ذاكر عندي بلبل بأحد أفلامي بعمر 20 يوم أو هيك، فقال أنت كذاب لأنه هذا عمره شهر ونص وأني خبير بالبلابل. أعزائي متابعي قناتي، هذه البلابل الاثنين، واحد فقس يوم 4/6 وواحد فقس يوم 5/6، اليوم 27/6. شوفوا حجم البلابل، شوفوا ذيلها، شوفوا الضخامة مالها والكبر. كل هذا هو يعتمد على نوع الغذاء اللي يقدمه للأم والأب أثناء قبل ما تبيض وبعد ما تبيض، وأثناء أن تطعمهم الأم والأب، وبعدها اللي أنا أستلمهم بعمر 12 يوم ما أقوم بتغذيتهم. الغذاء اللي أعطيهم إياه كله غذاء فيتامينات وغذاء جيد يحتوي على البروتين، الدود القبابي والخلطات المسحوق الخاص اللي هو بطعام أفراخ الطيور. فالحمد لله والشكر أنا ما معتاز واحد يطلع على قناتي وينعتني بالكذاب أو شيء. أنا شكرت الولد لأنه ما أحب أجرح أي أحد، بس حبيت أن أخلي هالفيلم إن شاء الله يكون هو يشوف هالفيلم ويحس على نفسه ويحس على غلطه ويعرف بأنه الكذاب هو اللي يعتبر البقية كلهم كذابين، والإنسان الطيب يشعر بأنه البقية هم طيبين. هذه هي الحياة. أنا أشكركم هواية أعزائي، وأتمنى لكم الموفقية بحياتكم، وأنا جدا فخور بمتابعي أغلب قناتي اللي أشكركم هواية وأشكر لطفكم. وهنا الحياة هي مختلفة، تلقي بيها الإنسان الطيب وتلقي بيها الإنسان الشرير، تلقي الإنسان المؤدب والإنسان الغير مؤدب. فأتمنى من الغير مؤدب أن لا يدخل قناتي ولا يشاركني بها، حتى لا يكتب كتابات قد تأثر على متابعي قناتي بالقراءة وتجرحهم يجوز. فإن شاء الله تكون تبقى قناتي نظيفة، وقناتي أنا سويتها كهواية إلي وأريد استفادة البقية. هذا هو البلبل الأليف مالتي اللي أني مربيه من هو صغير. وهسه راح يطلع ده يخاف من الكاميرا. لا أقول لك، مع الشكر لكم أعزائي، وأتمنى لكم الموفقية بحياتكم، وأتمنى الخير والسلام يعم للجميع. مع السلامة.